بدايتنا بأخبار نادي الزمالك، وهنروح على طول نستعرض لحضراتكم ال 29 جولة بتوع نادي الزمالك. تعالوا نشوفهم، ده اللي تم الإعلان عنهم بالتأكيد يعني. تعالوا نشوف ال 29 جولة ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. طبعا يعني الجدول الواحد يوحشه يرجع تاني للدوري، ولكن ان شاء الله يكون اللقاءات كلها لصالح نادي الزمالك. عندك يبدأ الناس تفكر لما شافت اللقاءات، ناس تقول لك ايه اللقاء السهل ايه اللقاء الصعب، في لقاء في ملعبه سهل لقاء في ملعبه صعب. الكره الحديثه ما بقاش فيها كده يعني، انت عندك سموحه ثم سيراميكا ثم بيراميدز ثم انبي ثم المصري. هل يعقل ان مثلا هجهز لبيراميدز اكتر من مولين؟ لا. هل هجهز للحرس اكتر من الاسماعيلي؟ لا خلاص، كل الفرق كبيره، كل الفرق بقت كبيره. بايه؟ هل كبيره باللعيبه فقط؟ لا خلاص، ان كل بقى عنده لاعبين، ولكن الفرق بقت كبيره بطموحها، كله شايف ان عنده طموح، كله شايف ان عايز يكون موجود في أفضل مكان، كله توفر له موارد مالية، كله بقى عنده عناصر خبرة، بقى عنده لعيبة جدد، بقى عنده مدربين مخضرمين. أتمنى السنة دي وإحنا في أول يوم نشوف دوري ممتع، ممتع من حيث الكورة، ممتع تحكيميا. ممتع تحكيميا إزاي؟ أنا من الناس اللي بتدعم التحكيم المصري وبتدعم الحكم المصري. في أخطاء طبيعة الحال، في أخطاء احنا شفنا في الدوري الانجليزي، اللعيب بسيلفا اتشعبط في رقبه صلاح، حكم ما حسبش حاجه وراح طرد المدير الفني، وده مش خطا، دي كارثه، ده مش خطا، دي كارثه، دي فضيحه. دي لو في مصر الجماهير تقعد تغني فضيحه فضيحه فضيحه، ولكن الناس تمام هيشوفوا ايه اللوائح بتقول ايه هننفذها. غلط اثر على اللقاء، كان ممكن ياثر على اللقاء، ما ده كان ممكن طرد، طرد على طول، شكرا، ده من غير الراجل ماسكه متشعبط فيه بيلعب عليه عقله، بيلعب على تيشيرت صلاح عقله. في الكنترول بيقولوا لي شكله كان عايز تيشيرت صلاح، ممكن ممكن كان عايز تيشيرت صلاح. يا جماعه في كوميكس كتير طلع على اللقاء ده، يعني الكلمه حتى بتاعت جوارديولا وصلاح، ناس بتتكلم على النت كوميكس كتير، بيقولوا انا من نجريج، واللي يقول له معكش 5 جنيه سلف، حاجات كتير الناس بتهزر، ولكن هو ده الشعب المصري. ارجع تاني لموضوع التحكيم، نفسي الحكم المصري يكون شخصيته قوية، خد قرارك وانت في الملعب وما تفكرش في اي حد، خد قرارك اللي انت شايفه يرضي ضميرك وصح ويطبق القوانين بس، انسى اي تشيرت، انسى اي لون، انسى الجماهير. ده نفسنا يحصل بجد، نفسنا يحصل. والفار يكون فايق. يعني ايه يكون فايق؟ يعني ما تكونش رايح اعمل تشيك فار واقعد 5 دقايق. يا جماعه ده احنا بنشوف العالم كله تشيك فار جون، تشيك فار اوف سايد، تشيك فار ضربه جزاء، في ثانيه في ثانيه. لكن احنا لازم تشيك فار فنقعد شويه، استنى يا مسهل نعمل شاي نشرب شاي من تشيك فار، خلصنا الشاي لا الراجل بقى تشك وشاكك، فنجيب بقى الحكم
يشوف بقى هو الفيديو، فالحكم يروح، وعشان الحكم يوصل من الملعب لحد الشاشه بتاعت الفار فيها اصلا دقيقتين، الناس بقى تقعد تندهله، واللعيبه تكلمه، ومدير الاضاءه بتاع الكوره هنا يروح يقول له انت ايه هتشوفها ليه، احنا كل مره نقعد بقى ساعه في ديالوج هنا بيحصل، والحكم بيعمل حاجه واحده بس، هديك انذار، هديك انذار، ما تطلع انذار، طلع انذار، لما تطلع انذار وتطرد حد خلاص كله هيسكت، كله هيخاف. عشان كده بقول اتمنى الحكم شخصيه قويه. حاجه تانية، التحكيم مفروض يخلي الكوره في الملعب اكتر وقت ممكن، اسف، المفروض التحكيم يخلي الكوره في الملعب اكتر وقت ممكن، يعني مش كل كوره صفاره، في التحامات بتعدي، والله بتعدي، التحام كتف كتف، كوره حاجه على الكوره، نخلي الكوره تتلعب اطول وقت ممكن، والله في لقاءات، مش عايز اعمم، لكن في لقاءات لو جبناها وحسبت الزمن الفعلي اللي لعبناه والله ما يتعدى 60 دقيقه. طب وقت تاني راح في ايه؟ صفافير حكم، كور بتتجاب، تشيك فار، لعيب اصابه، وفي الاخر اقصى حد بيحسب وقت ضايع 4 5. شفنا الحكم اللي كان موجود في ماتش الزمالك وبيراميدز قدر يحسب تقريبا 6 و7 و8 دقايق واتلعبوا كاملين، واللي اعترض انذار، محدش هيقدر يعترض. انا نفسي كلنا نساند التحكيم، نخلي شخصيه الحكم قويه، وان شاء الله نامل يكون موسم ممتع لينا كلنا. هو موسم مش ماشي معايا، كل ما اقول موسم اشرق، مش عارف، مش هقول موسم تاني النهارده.